دقت على الراس طبول. واليوم حابين نتكلم معاكم بموضوع شيق بوجهة نظر مختلفة عن الجميع عن العمل في الفلبين. تابعوني وشاهدوا الفيديوهات اليوم وراح تستمتعوا، وحياكم الله مع علي بينوي. الله يمسيكم بالخير يا الربع. اليوم راح نتكلم عن العمل في الفلبين. طبعا زي ما انتم عارفين ان مجالات العمل كثيرة في اي بلد كانت، واليوم احنا راح نتكلم عن الفلبين بحكم تجربتي الشخصية وتجربة بعض الاشخاص اللي اعرفهم في الفلبين. قبل ما نبدأ بالموضوع حابب انبهكم اني راح اتكلم اليوم عن الناس اللي تخطط للاستقرار مع اسرهم او حابين يجوا الفلبين للزواج والاستقرار، لان اتكلم اليوم عن الناس اللي تبحث عن وظيفة، لان موضوع الوظيفة موضوعها طويل ومعقد ورواتبها ضعيفة لبعض الناس ومرتفعة الرواتب لبعض الناس، وخاصة المبرمجين والمتميزين لهم رواتب ووضع خاص في الفلبين. نرجع لموضوع حلقتنا عن العمل في الفلبين للذين يبحثون عن فتح مشروع الخاص بهم بغض النظر ما هو المشروع. أنا أول واحد وغيري كثير تكلموا قبلي، يعني في ناس تكلمت بهذا الموضوع، عشان تفتح مشروع لازم يكون عندك بعض المقومات والأساسيات والأشياء اللي عملتها قبل ما تفتح أي مشروع. بمعنى عشان نفهم شلون الحياة ماشية خاصة بالعمل في الفلبين، أولا الفلبين فيها أكثر من 2000 جزيرة مأهولة بالسكان. لو تحسب المدن المهمة، إن كانت المدن الرئيسية أو مدن الأقاليم، تتراوح عددها هذه المدن تقريبا 1000 مدينة. يعني أنت عندك 1000 مكان استراتيجي تقدر تفتح فيه مشروع. لكن كل موقع يحتاج لدراسة، أهم دراسة تبحث عن متطلبات السوق، أي شنو ناقص هذا السوق او الغير متوفر في هذا السوق، عشان تعمل مشروعك الخاص وتوفر الاشياء واحتياجات الناس. بمعنى يعني اذا انا مثلا نفترض يعني منطقتنا احنا كمدينة فيكتورياس ما فيها ماكدونالدز، ما فيها بعض المطاعم المشهورة كنتاكي كي اف سي، ما هم موجودين هنا. بتقدر هم تاخذ الفرنشايز وتيجي تفتح هذا المشروع في هذا المدينة وتنجح، وعلى هالأساس يعني تشوف شنو المدينة من هذه المدن او الاقليم، المدن الاقاليم اللي انت عايش فيها، تشوف شو ناقص فيها، شنو الناس تبحث عنه، وعلى هالأساس تفتح مشروعك بعد دراسة المنطقة عدل. وفي مدن بتلاقي فيها بعض المشاريع متكررة بكثرة، وهذا بدل ان في طلب على هذا المشروع. انت تقدر تفتح نفس المشروع، تقدر تتميز فيه. مثلا يعني لو كان بهذا السوق في مطعم او مال عصائر عفوا مال عصائر يسوي عصائر وعليه طلب، وفي بدل المحل 20 محل، انت عندك خبرة وعندك دراية في هذا الموضوع، تقدر تميز حالك عن الناس بالديكور بالموقع بالطعم بالنكهة اللي تميز نفسك وتنجح مشروعك. تدخل السوق وتنافس الناس الموجودة وتشوف حظك وتجرب حظك. زي ما قلت لكم، اول شيء تدرس المنطقة وتعرف احتياجاتها،
ثانيا دراسة سهولة توفر المواد الأساسية لمشروعك. يعني لو كنت تفاتح مطعم دك تشوف المواد الغذائية من وين دك تجيبها، تكلفتها تكون رخيصة، تعرف الموزعين، تعرف يعني الأمور هذه لازم تكون على دراية فيها. وطبعا ثالثا الإيجارات، لازم تأجير موقع يكون مميز وقريب من الخدمات. ورابعا توفير العمالة المحترفة، يعني لازم تجيب عمالة، مش حي الله عمالة تجيب، تجيب عمالة زينة ونظيفة وتفهم بالشغل عشان تنجح مشروعك. خامسا رأس المال ضروري ويلعب دور بحجم المشروع اللي انت راح تفتحه، ان كان صغير او متوسط او كبير حسب رأس مالك. ولازم يكون عندك مقدرة مالية ومصاريف لمشروعك لمدة سنة كاملة لتنطر الدخل اللي يجيك من هذا المشروع المردود الطيب. يعني هذه معروفة بكل مكان، يعني لازم تعطي لنفسك سنة قبل ما الناس تصير تعرف مكانك ويعرفون منتجاتك، يعرفون بضاعتك. هذيك الساعة الشغل معاك راح يمشي والأمور راح تكون طيبة إن شاء الله بإذن الله بأي مجال. أنا بحكي بشكل عام بالعموم، إن كانت مكاتب عمالة، إن كانت مطاعم، إن كانت محلات غسيل ملابس، إن كانت شو ما كانت محلات تأجير سيارات، أي كان مشروع أنت حاب تفتحه، إن كنت بدك تفتح مشروع ماي، محطة ماي أو محطة بنزين، أو كنت بدك تفتح فروزن يعني تبيع منتجات المثلجات والمثلجات من لحوم وغيرها والأمور هذه، أو إنك أنت كنت بدك تفتح محل جملة تبيع بضائع بالجملة وهاي الأمور. عشان كذي لازم تدرس المنطقة واحتياجات المنطقة واحتياجات الناس، شنو الناس تبحث عنه دائما. أهم المشاريع الموجودة والبنصح فيها دائما بالفلبين محطات المي. محطات المي لازم تكون انت عندك محطة ذات قدرة عالية انتاجية تطلع في اليوم 6000 جالون. طبعا هذه المحطة تتراوح سعرها بين 250,000 ل 500,000 بيسو. طبعا انتاج المي، تاجر المي ما عمره يخسر. وفي كمان المشاريع الثانية اللي هي مشاريع محطة البنزين، مشروع هم برضو مربح. وفي عندكم مشاريع اللي هي العصائر وما عصائر والأمور هذه. طبعا في مشاريع اللي بنصح فيها اللي هي الناس اللي عندها خبرة ومجال في الدعاية والإعلام، خاصة لتجهيز الاحتفالات والحفلات والأمور هذه. خاصة بالفلبين فيها مناسبات كثيرة واحتفالات كثيرة دائما في المدن، وبتحتاج مسارح وبتحتاج أجهزة صوت وبتحتاج أشياء كثيرة. يعني اللي فاهم بهذا المجال هذه الشغلة مربحة جدا جدا جدا. لازم يكون عنده مقدرة مالية عالية جدا، وعنده لأنه لازم يكون عنده سيارات لنقل المعدات مالته والأمور هذه، والعمالة بتكون عنده كثيرة في هذا المجال. قاعد بحكي لكم الحين حاليا عن المشاريع اللي راح تمشي بشكل عام في جميع المدن في الفلبين. أنا تقريبا أحكي لكم عن المشاريع اللي تمشي في أغلب المدن. طبعا في كمان مشروع اللي هو موزع مواد غذائية، تكون محل مال جملة، هذا يكون ممتاز جدا. إذا كنت أنت في مدينة من مدن الأقاليم هذا ممتاز. وكذلك موزع الأرز أو بتبيع الأرز جملة.
طبعا في مشاريع كثيرة موجودة تصلح لجميع المناطق. بعض المشاريع لازم تدرس المنطقة، في بعض المشاريع لا ما تحتاج لدراسة، بس راح تحتاج لمنافسة، راح تنافس الموجودين بخدمتك ومنتجك. زي ما قلت قبل راح تنافس الموجودين. يعني في بعض المشاريع يعني جديدة ظهرت صلها فترة، يعني لاحظتها من سنة ونص تقريبا سنتين، في ناس وأفراد يعني نظام يأخذون مثلا في احتفالات مثلا بالمدينة الفلانية، في عندهم الستريت ماركت والأمور هذه، المطاعم اللي بالشارع وكذي، تلاقيها يأخذون يأجرون المكان كلياته ويقسمون أكشاك، والأكشاك هذه يأجرونها من الباطن بمبالغ، يعني مدة الاحتفال مثلا مدة شهر أو أسبوعين، تلاقي هذا المظلة تتأجر على 16 و15 و10,000 بيسو على حسب موقعها بالشارع نفسه. برضو هذه تحتاج لناس عندها مقدرة مالية وعندها معدات للمظلات والأمور هذه. في أفكار كثيرة ومشاريع كثيرة تصلح لجميع المدن، وزي ما قلت لكم في مشاريع لازم تدرسها. عشان كذي أنا أنصح كل الناس اللي تيجي الفلبين تيجيها مرة ومرتين وثلاثة وتدرس المنطقة وتشوف شنو احتياجات هذه المنطقة، وعلى هالأساس أفتح مشروعي وإن شاء الله يتوفق في هذا المشروع. زي ما أنتم شايفين حاليا إحنا في عندنا بالبرنجاي مالنا في عندنا احتفالات راح تبلش من اليوم لآخر الشهر، هذه احتفالات وكل الشارع راح يكون مطاعم ودنيا وراح تكون قعدات. طبعا هذه المطاعم والقعدات هذه المظلات كلها تتأجر من البرنجاي، في ناس حاليا ماخذين هذه المظلات كلها ويأجرونها بعد كذي للناس. طبعا انتم زي ما انتم شايفين في الغنم برضو، تجارة الغنم، الماعز او تربية الابقار او تربية الخنازير خاصة للاخواننا من المسيحيين اللي حاب يشتغل تربية الخنازير، برضو هم مشروع مربح. وبنصح الناس هم مشاريع اللي هي المقاولات بنصح فيها دائما انك تكون مقاول، هم برضو مشروع مربح في هذا البلد. وبنصح الناس تبعد عن المشاريع الجامبل والامور هذه والالعاب والحظ والامور هذه، لانه مشاكلها كثيرة ما بتخلص. بالفلبين وبأي مكان راح تلاقي منافسين لك، ولكن في الفلبين أخطر منافس هو مو منافس، هو حاقد وحاسد، خاصة جماعة بص حضرتك. اتعامل مع جميع العرب إلا جماعة بص حضرتك، لا تقرب عليهم، حاول تتجنبهم بكل شيء، لأنه معرفتهم مخسر وخسارة وراح يضرك ويبليك بمشاكل وحبايبك.